انا مستغرب كذلك وزاره الصحه، ففي مباني خاصه وزاره الصحه ليش ما تستفيد منها في موضوع الحجر؟ يعني عندك الان مستشفى الجهره الجديد، هذا المستشفى حاليا الطاقه السريه فيه 1117 سرير، فيمكن الاستفاده من مستشفى الجهره، يجهزونه كمحاجر، عندك 1117 كل غرفه بروحه، كل حمام بروحه، وبالتالي انت استفدت من عدد 1117. لان حسب التصريح الاخير لوزير الصحه انه احنا مستعدين نوصل الى 3000 بالنسبه للمحاجر الصحيه. طيب انت 3000 حاط كل اثنين في غرفه، هذا مبدا مرفوض، لكن انت ما استفدت حاليا من الان. يفترض انه يكون عندك في وزاره الصحه المستشفى الجهره حاليا في 1117 سرير، كذلك المستشفيات الاخرى اللي تكون شبه جاهزه ممكن تجهزها تخليها محاجر صحيه. الان طبعا اذا في نقص في وزاره الصحه حاليا، يفترض الوزاره تستفيد الان من المتقاعدين وزاره الصحه. المتقاعدين تقدر تشغلهم حاليا في مكافآت بالنسبه لهم، تستفيد من هذه الاعداد. كذلك عمل دوام اضافي لمن يرغب من الهيئه التمريض الطبيه والتمريض سد العجز الحالي للوزاره، وكذلك الاستعانه بفئه غير محل جنسيه من الاطباء والتمريض. ممكن استفيدون، انت الان عندك مجموعه كبيره جدا من فئه غير محل جنسيه في اطباء ومريضين، ممكن تستفيدون من وزاره الصحه حاليا. كذلك فتح التعاقد المحلي للهيئه الطبيه والتمريض حتى العقود محدده عشان استفيد واسد النقص اللي عندي.